في المدرج. كرة توصل للبديل حمزة الخضراوي اللي سدد من بعيد. تسديدة قوية سويت الهدف الافتتاحي للبقلاوة قبل 3 دقائق من نهاية اللقاء. الدقيقة 64 جاءت بالجديد. حمزة الخضراوي يقطع كرة في منطقة وسط الميدان يمرر بالأساسي وهالأخير ينجح في تعديل النتيجة. جاك ميدينا في الالتقاط وانطلاق العملية لحمزة الخضراوي يحط الكرة على ساقه اليسار قريب من إضافة الهدف الثالث. الى هيكل الشيخاوي لليمين الى حمزه الخضراوي. حمزه الخضراوي يبحث عن الحلول يلقى الحل عند هيثم العيوني. هيثم العيوني يدور بالكوره يوزع الكوره الى حمزه الخضراوي بالراس والحارس ايمن. سريعة لعصام بن خميس. بن خميس الحمزة الخضراوي كرة اليسار حرم ملعب التونسي. الخضراوي يغير على اليسار على الكرة في مرة أولى. أول لمسة كرة لحمزة الخضراوي على الجهة اليمين يوزع الكرة بالراس والتداخل ما زالت الكرة مدينة داخل منطقة العمليات يحضر. حمزة الخضراوي يصوب في دين بلال السويسي على الكرة الثقيلة في منطقة الجزاء. كرة تتعاد رضا عسى والبوسعيدي يقوم بالتغيير. بلال ساسي لاسكندر عمر يوزع وجاك ميدينا بالراس اذا للنتيجه.